25 عاماً وصباحاته فوق هذا الكرسي، تنظر إليه خاطفة، ينظر إليها وينخطف، ثم يكتب قصيدته. كان اسمه سليمان عواد. هو يقول: تركيني مؤقتاً أيتها الأرض، دعيني أتحرك كما أهوى، وعندما أموت افعلي برفاقي ما تشتهين. آه يا أيتها الأرض الحانية، أيها التراب، اعتقني من أغلال أسرك. مات سليمان عواد، فانقطعت صباحات البنت، لم تعد تسجل خطوتها أمام زجاج المقهى، مقهى الروضة، آخر ناد لمنوعات الحياة الثقافية السورية. في مقهى الروضة كتاب، فنانون، سياسيون في مواقع المعارضة، سياسيون في مواقع الموالاة، ومخبرون متشردون من شئ، وكذلك ناس أصيبوا بالملل فاختاروا طاولة الزهر، اللعبة الأكثر عبقرية في كسر الملل. الأمكنة بالنسبة لهذا الرجل ليست أبوابا تفتح على مدن أخرى في سياق رحلاته وحسب، بل ينبغي أن تمنحه الرغبة في المكوث والتأمل، وتحرضه على فعل شيء ما، مثل دمشق التي منحته حس التحدي. وكان مقهى الروضة كثيفا للمدينة، لمعنى المدينة بكل تناقضاتها وأسئلتها. قال إن برلين لم تمنحه هذا الشعور، كان ينبغي أن يأتيها في زمن آخر. على كل حال، المدن هي أيضا تشبه ناسها، تشبه أطباعهم وصراعاتهم وآمالهم وإيقاع حياتهم وإبداعاتهم في العمران والهندسة والموسيقى وفي السياسة وفي الشعر. أحكي لك برلين. هلأ برلين أنا بالنسبة لي أنا راكب مترو برلين، بس مو أنا صنعت مترو. بحس إنه هاي المدينة في بيني وبينها مسافة، مش قادر، يا ما راكمت لي شيء، لأني ماني شريك، ولا لحظة حسيت بالشراكة، ولا لحظة حسيت إني هذه المدينة يمكن إني أشتغل فيها شيء له علاقة بالعالم الرواية. حتى الآن بعدني عم استهلك من رصيد الأمكنة الأخرى. الأمكنة الأخرى اللي هي مثل إيش؟ بس هاي المدينة ما ذكرتك، لأنه هي دمرت ذات يوم بدمار المدن. هلا بتشوف بحكي لك، في اخرين اكتشفوها بمسرحيه مكتوبه خارج برلين، النكته انه هاي المسرحيه مكتوبه ما قبل برلين، مكتوبه عام 1997 اللي هي اسمها انا وهو الكلب. هذه المسرحيه افاجئ بانه في بنت نمساويه قرأتها بالعربي، ترجمت للغه الالمانيه المسرحيه، والان عم يشتغلوا عليها. فبيحكوا لي فيها انه فيها كل التباسات النازيه. قل لي موسكو، قل لك موسكو بالنسبه لي موسكو مدينتي موسكو مدينتي. أنا ما فيني شوف اثنين سكارة على باب مترو بموسكو إلا حس إنه هدول إلي علاقة فيهم. هذه العلاقة من وين إجت؟ إجت من تشيخوف. بس اللي كنت بدي أحكي لك يا إنه ليش موسكو؟ تسأل نفسك ليش موسكو؟ نعم. هلا أنا كان عندي زيارات مستمرة على موسكو تقريبا خلال 10 سنوات، في شهر كل سنة هذه زيارة لموسكو. ما الذي يحدث في موسكو؟ ما فيني ما تشوف تشيخوف على بكل تفصيلة من تفاصيل موسكو. هذا اللي خلاك تنتمي يعني إلى هذا المكان. بالضبط. كيف إجا الأدب الروسي؟ هلأ بسأل نفسي أنا من وين إجاني أنا الأدب الروسي؟ كيف إجاني؟ إجاني ببساطة جدا، إنه كنا أولاد صغار مبكرين جدا، في عنا واحد شجوعي كان بمحيطنا اسمه فهد يقضان. أنا كنت حس إنه في روح الأب وروح المعلم وروح الأستاذ، وهو عبارة عن عامل رصيف بالمناسبة، بيشتغل عامل باليدوي. فتح لك بوابة موسكو عبر الليل. قرأ لنا تشيخوف، كان يقرأ لنا تشيخوف، يمسك تشيخوف يقرأ لنا إياه، نجيب محفوظ يقرأ لنا إياه. أول مرة اللص والكلاب قرأ لنا إياه فهد يقضان. فأنا حتى الآن صوت فهد يقضان وهو عم بيقرأ كنت أعتقد أنه هو الذي يروي مش تشيخوف. أنا بذكر كان عندي ابن عم ببيع بوزة بسينمات الشام، وبيجي على الضيعة لعنا بيعد لنا الفيلم بكل أبطاله، بيحكي لنا الفيلم بأصوات أبطاله بجمل أبطاله، ذاكرة فولاذية جدا ونحن أطفال. فابتدأ خيال الرواية. نعم. ابتدأ خيال الرواية إنه الآن شو بيصير؟ ولد لك الرواية، بياع بوزة هو اللي ولد لك الرواية، هذا أستاذك. يعني بيجي واحد بيسألني مين أستاذك بالرواية؟ بقول له هذا بياع البوزة.
في النقلة النوعية الأولى اللي حصلت في حياتي، وكنت عمري 13 سنة أو 12 سنة يمكن، لما أخذونا رحنا فيلم، شفنا فيلم الاختيار يوسف شاهين. ما فيك تتصور ما معنى هاي الثنائية بشخصية، يعني هاي التوأم علالي اللي اشتغل فيها هذا العظيم عزت علالي، اللي فيما بعد صرنا أصدقاء كثير. فيما بعد بعد هاي الفترة اجت عادتي موجة السينما الجديدة، السينما الطليانية، فطلعت يعني تصور انت بتشوف رومي شنايدر ماشي بفيلم مثل الخيول الحمراء. المرحلة الثالثة ربما تكون تعرفين المرحلة الثالثة، نجيب سرور مثلا، لأني أنا رافقت نجيب سرور مش كصديق ولا كمريد، كأب ولا كمتفرج ولا كأبن لأب، كبني آدم ماشي مع حاله كل لحظة بيستكشف فيها شيء وكل لحظة بتنبش فيه شيء. نجيب المترجم ونجيب الشاعر ونجيب منين أجيب ناس ونجيب المسرح ونجيب المتأمل ونجيب نجيب الساخط. هذا النجيب، مجموع النجيبيات هذول خلقوا في شيء بين وين بين في 7 أعمال روائية حتما فيهم النجيب. يعني أنت بتحس بنوع من الأبوة تجاه نجيب، أو هو حالي فيها كل شيء مش عارف. أنت والدك في البيولوجي الحقيقي من هو؟ شو كان يعمل؟ البيولوجي رجل شفاف كتير، وسيم كتير، جميل كتير، أخاذ كتير، معشوق، كان نسوان كانوا يعشقوا عشق فظيع وأنيق بشكل مو طبيعي. يعني شو كان يعمل؟ كان منسحب من الحياة، ما عمل شيء سوى أنه انسحب من الحياة. مهنته الانسحاب. رجل يعني عاش بهدوء كتير، بسلام كتير، بتأمل كتير، ما بفوت بتصادم، ما عنده روح الشراسة، يعني ما عنده روح المجابهة. رجل يعلن هزيمته ببساطة، بحب أن يكون مهزوم، رغبتي يكون مهزوم، مش لأنه ضعيف، هو أبدا مش ضعيف، هو قوي جدا، 100 مرة كانوا يحبوه. يعني أنا بذكر لما مات صارت مأتمه، شوف أنت فجاءة، النسوان كانوا مفجوعين. هذا ما منه ضعيف. في شيء من جورج أمادو؟ في شيء ما بعرف شو. يعني أنت يبدو في كتير خصال أخذتها من والدك، بس ما عرفت شو كان يعمل والدك. لا يعني مزارع طيب. مزارع. مزارع. بس مثقف. مزارع. بس مثقف وقارئ كتير، ولغة الفرنسية ماكنة وما شاء الله يعني. ماشي يعني يعتبر من البرجوازية الوسطى يعني. نعم نعم. تسمية. هلا أمي أنا لا ما كنت هيك، أمي كانت يعني شو بدي أحكي لك، شخصية صارمة جدا. نعم نعم. شخصية صارمة يعني، شخصية قوية وصارمة و. ويبدو هيك. ماشي. لازم يكون. ماشي. ويدها مطلقة يعني. عرفتني كيف؟ ويدها مطلقة. بس بالنتيجة يعني ما يلي مثل مش بحاجة آباء. يلي مثلي عنده حنين ليكون لقيط، أنا بحب يكون لقيط، روح قلبي يكون لقيط. تعرف ليش؟ لأنه أنت لما بتكون وارث في حالة مشكلة أنك تمسخ الحالة الوارثة، ومشكلة أن تكون عاجز عن إضافات جوهرية لها للوارث، فبصير أمام تحدي أنت في غنى عنه. هذا شيء كفكاوي على جون جيني. أي يفضل تكون بالضبط، يفضل تكون ماشي بحياتك. ترى أنا ما بحب أولادي يشبهوني ولا يحملوا أرثي ولا يحملوا اسمي. ليش يحملوا؟ يحملوا أسماءهم. نعم. شو بدهم فيه يعني؟ شو بدهم فيه يحملوا أسماءهم ويبنوا على هذه الأسماء من غير ما يأخذوا ثقل اسمه أو عبء اسمه أو الديون اللي راح ترتب عليهم؟ خليهم مش مديونين، خليهم مرتاحين، خليهم خفاف يعرفوا يطيروا. عمل نبيل الملحم في مجالات إبداعية كثيرة كما سلف الذكر. عمل في الصحافة لفترة طويلة في المكتوب منها والمرئي، كذلك كتب للشاشة الصغيرة بعض المسلسلات، آخرها كان من بطولة الفنان عزة العلايلي صديقه الذي رحل قبل اكتمال التصوير، وهذا ما ترك في نفسه حزنا يبدو لم يشف منه، يعوضه في مزاولة الكتابة والتسكع. كذلك لنبيل الملحم محاولة جميلة في السينما، هبت ياك عن ذاكرة مقهى الروضة الدمشقي، والذي استعرنا مطلعه لهذا الجزء من روافد. وكتب نبيل الملحم أيضا للمسرح، وأخيرا جاء إلى كتابة الرواية بعد ترحالات كثيرة في الكتب، أهمها كان كتاب الحياة والمدن. أنت عملت في الصحافة مراسل حربي، وأنت أظن بتخاف الموت، ولكنك رح تجاورت الموت، يعني هذا النوع من الازدواجية كمان. شوف رح أحكي لك، أنا عمري ما كنت شجاع بحياتي. نعم. ما كنت شجاع، بس عملت صحافة مراسل حربي. نعم. بس بحياتي ما خفت، تصور تصدق أني ما خفت. كل العنف اللي شهدته سوريا ما خوفني، مو لأني شجاع، هو في نوع من فيك تسميه لمبالاة، فيك تسميه أنه الواحد مكتشف الأشياء بشكل مبكر كتير، وأنه فليكن ما يكون، يعني مش قصة يعني.
مش قصة. الصحافي جرافي، الصحافي شوف الصحافي روعة الصحافي بأنها بتخليك تشوف كتير، شرط أن تغادرها. أمين عرفتك الصحافي من ال... من ال... من هذه الشخصيات التراجيدية إلى حد ما فينا نسميها؟ أنا عرفت أشخاص كتير، يعني كانت بدمشق بساعة من الساعات فيها احتكار لحركات تحرر. ليش ما بعرف شو السبب ما بعرف، يعني كان أقوب أقوبيان بدمشق، مرتضى بوتي بدمشق، كارلوس بدمشق، أوجلان بدمشق، كلها وشفتهم انت. كل هذول كانوا بدمشق، وكلهم كانوا هذول بالمناسبة هذول كلهم كانوا استثمار لبيت أسد بدمشق، وكلهم باعوهم بعدين، يعني حافظ أسد أعطاهم مساحة عشان يبيعون وباعون فعلا، يعني ولا يعني هذا شوف مصائرهم كلها. كل واحد من هذول كان له حكاية، وكل واحد من هذول كان له كل واحد من هذول بطل روائي بالنهاية. كل واحد بغض النظر، أنا ما بحكي بالتوافق، يعني ما بحكي أنه والله مأيده أو ضده أو معه بالسياسي، لا مش أنا مش مع حدا بالسياسي، ولا مرة كنت مع حدا بالسياسي ولا مع حدا، لكنك مع الثورة، مع التغيير، مع الحرية والعدل. أي الثورة، يعني الثورة بتعرف شو يعني الثورة؟ أنا بالنسبة لي الثورة يعني في ثورة تساوي ثورة إنك تكتب نص مهم، إنك تكون كورساكوف، تصور ثورة بالموسيقى إنك تكون كورساكوف، هذه ثورة. طب هي ثورة عظيمة جدا، أن ترسم لوحة جميلة، أن ترسم لوحة جميلة، إنك تحلم بعالم الحريات بلا شرط. الثورة هي ليست تنازع على السلطة، الثورة هي عبارة عن منظومات قيم، هي صراع قيم بالنهاية، ما بين قيم الجمال والعدالة وما بين قيم الاستبداد، قيم الاستبداد والتعسف. أنت دمشق بالنسبة لك كانت ربما مقهى روضة كنت تجلس فيه يومياً، كان مثل مكتبك، مثل مطرحك، تشوف الناس، هو جامعتك وأصحابك وتمرداتك وانتقاداتك اللاذعة وغير اللاذعة وتداعياتك اللي أكيد بدأت مبكراً مثل ما عم تدعى أمامي الآن، يعني بالحوار من, من, من مكان إلى آخر، من جملة إلى أخرى، من حكاية إلى أخرى. بهذا المكان أنت بلشت تدرس القانون أيضا، يعني شيء عجيب أن واحد مثلك يكون عنده ميول يدرس حقوق، يكون رجل حقوقي. القانون يعني في صرامة، في كان في إغراءات. دمشق يعني بالنسبة لي يعني مدينة دللتني، مدينة دللتني، في نوع من في مدن صديقة. دمشق مدينة بالنسبة شوف دمشق كوسموبوليت، نعم. مدينة لكل حدا، دمشق مدينة محبة، يعني أنا بمشي من باب شرقي لمقهى الروضة والله إشبع تين يابس وزبيب وموالح ومكسرات ضيافة من البياعين، من أبو حسن وأبو سليم وأبو هندي وأبو مهند، وفي واحد بيجي بحكي لي إنه طيب أوكي أستاذ شو رأيك تروح تصلي معي بالجامعة هيك، وإجا وقت بقول له أبو حسن أنا والله مو ما خرجي أنا، بتعرف شو بجاوبني؟ يا احتياط. جميل، شوف ما أروع يا وساق، قابل فيك دمشق يا رجل، قابل فيك بشروطك، شو مين ما كنت قابل فيك. ولماذا ذهبت لدراسة القانون بالبدايات؟ يعني ما بعرف ليش، كان عندي صهر كان محامي، شخصية مهمة بالقضايا القانونية، وكانت حس أنه في منطق للقانون. شوف القانون ضروري تعرفه مش مشان تذعن له، أبدا أبدا، يعني القانون لازم تعرفه مش مشان تذعن له، بس مشان تعرف هذا الآخر كيف عم بصيغ نفسه بصيغك. وكان مغري، يعني جامعة دمشق كانت كلية الحقوق فيها مغري، كان فيها محمد الفاضل، هذا يعني شخص اغتيل، هذا اغتالوه بشكل بشع جدا، يعني انت كنت موجود وقت اغتالوه، كان احنا كنا بالجامعه لما اغتيل، كنا بساعد شفته انت، شفناه ومرمي على الارض. طبعا لما بتشوف يعني القانون اللي بتحبه اغتيل بالضبط، في ثلاث اساسي كانوا مهمين بجامعه بكليه الفلسفه، نايف بلوز لو ما حضرته خمس ساعات ما فيك، يعني هذا فيلسوف يعني اللي بيحبك الى درجه انه بخليك تحب الفلسفه. جميل، محمد فاضل استاذ القانون اللي بيحبك الى درجه بخليك تعشق القانون والقانوني الجزائي، يعني كان يجينا بالامتحان 100 سؤال وعلى كل سؤال علامه. نعم، انا بالنسبه لي لازم اجيب ال100 علامه، بتعرف ليش؟
مشان ما خيب أمل أستاذ بحبه كتير وهو ما بيعرفني أبدا، بس كنت أحس إن هذا الرجل ما بدي خيب أمله. جميل. والأستاذ الثالث نجيب سرور بالقاهرة. نعم. بس سؤال هيك خطر ببالي الآن، نتيجة هذا العنف وهذا وهذه الإقامة المديدة في سلطة عنيفة، يعني في هذا البلدوزر اللي جرف كل شيء، الذاكرة والناس وحطم المدن، ونصف الشعب السوري أظن في الشتات، ونحن الآن في برلين وأنت برلين وألمانيا فيها فوق المليون، هذا الجرح أظن جرح فظيع. هذا ما بتعرف، أنا شايف جانب آخر موضوع، شايف شيء ثاني حلو بغض النظر عن جرح، تركني من جرح، بس شايف في شيء حلو فيه، أنه في ماضي مات، مستقبل لم يولد بعد. هاي اللحظة ما بين ماضي مات، مستقبل لم يولد بعد، بالطبيعة موجودة وين؟ لما بتكون الدنيا عتمة وبعد الضوء ما طلع. مو عتمة، نزحت العتمة بس بعد الضوء ما طلع. هاي المرحلة، هذا خط ما بينشاف بالعين المجردة، بس علماء زلازل بيعرفوه. بهذه اللحظة بيحدث الزلزال الكبير، هاي بالطبيعة سوريا اجت بهاي اللحظة اللي فيها الزلزال الكبير. ماذا أحدث هذا الزلزال الكبير؟ آلاف الشباب اللي طلعت برات سوريا تحررت من منظومة قيم ماسكتها من عمقها، تفككت كل هذه القيم لبيت الماضي، بعد ما ولدت قيم جديدة، بعد ما ولدت، لكن ستولد قيم ما بيخطر ببال حدا عند هالشباب هدول اللي الآن موجودين مرميين بأرصفة أوروبا. قيم جديدة، لغات جديدة، طرق تفكير جديد. ما حدا فينا كان يعرف ماذا تعني الحريات المدنية. الحرية بالنسبة لنا كانت عبارة عن مقولة أخلاقية صرفة، بس ما بتحسن، من بحكي لك على ليمون حامض أنت حياتك مالك متذوقه. نعم. هدول الناس اللي إجوا، أنا برأيي رح يبنوا سوريا ويبنوها بشكل جميل جدا، ما بيخط أو مو جميل أخي، جميل أو بشع ما مهم، المهم أن لا يبقى الوضع كما هو، لأنه ما في أبشع من استاتيك. هو التحولات دائما هي فيها مآسي، يعني ما فيني أحب، ما فيني أحب أنا المقصلية تبعت ثورة فرنسية، بس ما فيني أقول بلد ثورة فرنسية لا بدي إياها. نعم بكره مقصلتها، بس ما فيني أقول أنه ما يجب أن يجب أن لا تكون، لا يجب أن تكون. طيب بالعودة إلى حياتك واشتغالاتك الكثيرة اللي ذكرناها، طبعا لجأت مؤخرا إلى الرواية من 10 سنين، وبوقت قليل جدا كتبت بحدود 8 نصوص روائية، 7 ومسرحية، 7 و8 أعمال. يعني ما كنت ناضج لأكتب رواية، ما كان عندي من النضج ما يكفي لأكتب رواية، هاي أولا، ما كان عندي من الحماقة ما يكفي لأكتب رواية. رواية بدي واحد أحمق وشجاع وأيضا ناضج يعني، فأوكي بدك تنضج كتير، بدك تختبر حياة كتير، والرواية لا تكتب ولا يمكن أن تكتب إلا باختبار حياة طويل. بالمناسبة بيجي واحد بسألك أنه 7 روايات خلال 10 سنين، شو استعشاك هذا، شو نزق هذا، كيف نشغلوا هذول عمر 50 سنة هذول؟ نعم. ما كان رواية كتبت 1000 مرة قبل ما نحط الكيبورد أمامك، مكتوبة برأسك، أبطالها عايشة، عايشة، وأبطالها بينضجوا بينمو بيكبروا بيفرضوا شروطهم عليك. نعم. ماشي، في حوار بينك وبينهم اللي جمع كل هالروايات والقاسم المشترك بينهم كلهم، ودائما بتلمس أنه في شيء مشترك بين الكل، هو الزمن. يعني بسرير بقلاوة الزمن السجن، السجن زمن السجن بالضبط، مش بس عنف السجن، في شيء ثاني بالسجن طبعا، في شيء آخر، يعني في واحد في حياة أخرى أخذ من سلك الجدار بالسجن إبري، صنع إبري، فابتدت الحكاية عن الإبري. الإبري هذا المصنع، أول مصنع عظيم بتاريخ الإنسان كان الإبري. ألا بموت رحيم، موت رحيم بالنسبة لي أنا هي افتراض لنهايات جد مع حفيده. نهايات جد مع حفيده، ففي جد زرباوي تماما، وفي حفيده بتحمل بتأمل هذا الجد. اوكي هلا بانسيون مريم، بانسيون مريم اذا بتعرف كيف انكتبت بانسيون مريم عن جد بتضحك، وين ابتدأت يعني مواتها باحداث يناير بمصر. صارت الاحداث يناير، في ولد صغير لجأ لبانسيون، بهالبانسيون في مره مريم، هذه المريم يعني مره منسحبه من الحياه، منكفئه تماما، مسكره ستائرها، اوكي، وبتعيش مع انيس هذا الرجل الختيار اللي بيعشقها بصمت. جينا على دمشق وبديت الثورة بدمشق، نفس البانسيون بمواصفات البانسيون تبع بانسيون القاهرة اللي هو ممتد يعني متفرع من ميدان التحرير، كان موجود بساحة 7 بحرات بدمشق. هلا خمار جبرة بتمتد بتاريخ آخر، خمار جبرة بتأخر 40 سنة، فيها كثير سياسي،
نعم. بآخر أيام الرقصة اللي أول عمل انطبع لي عن دار الجمل كثير كان في لعبة الزمن فيها صريحة، وين بينت بشكل أنضج بإنجيل زهرة. نعم. هلأ بإنجيل زهرة على هاي آخر رواية صدرات إلى إنجيل زهرة، أنا كنت متصور أن هاي الرواية ستكون رواية الوداع لأي شيء، يعني في واحد عم بقول بخاطركم هذه الرواية الأخيرة. ولذلك بدأت فيها ملامح سيرة شخصية، هي عمليا فيها شيء من سيرة شخصية. إلى أي مدى يعني في الواحد يجعل الأبطال وأحرار في 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 صناعة مصائرهم؟ البطل مو حر مو جدير بأنه يكون بطل رواية أصلا، ما تكتبه. نعم. يعني البطل الضعيف والهزيل واللي بدك تتحكم بمصيره أثناء كتابة الرواية هذا هزيل ما بيستحق تكتبه. نعم. يعني بطلك الروائي بطريقة ما عنده شروط تراجيدية، يعني بطريقة ما بطلك الروائي هو أقوى منك ولذلك صار بطلك. ولذلك بدي أسألك يعني مين أهم، هاملت ولا شكسبير؟ بس هو هاملت شكسبير، هو هاملت، هو الملك لير، هو إيه بس قصدي يعني المفروض هاملت يعني زوربا أنا برأيي أهم من كازانزاكي. أهم من كازانزاكي. فرنسا عندي أنا في خمار جبرة قطعا أهم مني بالتأكيد، اسم احد الشخصيات يعني اي بدون جدل اقوى مني، حتما اقوى مني، مو انا بديها اقوى مني، هي اقوى، هي عندها اسباب من القوه الهائله، عندها اسئله انا ما بعرف، ما عندي شجاعه اني اطرحها. انت شجاع، شجاع دائما وتقول بصراحه الاشياء. السؤال هو يعني كيف نجوت بشجاعتك من امور او من مطبات وفخاخ ممكن كنت تقع فيها؟ ما بدي شيء بلحظه، ما انت ما بدك شيء فتصير شجاع كثير. واحد الاسباب اني ما بدي شيء اني محاط بجو بالفعل في زهد. ليندا، ليندا هذه المره اللي ما بدها شيء، يعني ما في شيء بغريها. صور صرنا 40 سنه متزوجين، بتمرنا شيء مره 40 سنه عايشين مع بعض، ما طلبت مني طلب شخصي ولا مره قلت لي بدي شيء لك. شوف ما اقوى هذه اللي ما بده شيء، قوي فعلا. في اقوى من اللي ما بده شيء؟ هي المره الوحيده بحياتي اللي هي رفيقة والصديقة والحب والحقيقة اللي ما ممكن تنهز، ما في أقوى منها. ليندا هي الزوجة والحبيبة التي جمعت تبعثر هذا الرجل، جمعته لأنها تحبه، لذلك عملت على جمعه في حالة اسمها نبيل الملحم. هو أيضا تواطأ في لملمة تشتته بين الأمكنة والأفكار والأسئلة. لم ترضى ليندا أن تتحدث عنه أو عن تجربتها قارئة وشريكة، وهذا أيضا نوع من الزهد والانسحاب، فهي على ما يبدو دائما لا تريد شيئا. آمل أن نكون بدورنا ساهمنا في جمع بعض تجارب وملامح نبيل الملحم.